استاذ ابو شرم منور الله بالعافيه. اهلا بيك منور بيك. طباعي على المهرجان سعيده جدا بوجودي، تظاهره يعني ثقافيه وفنيه وصحيه، شيء مهم جدا جدا، وانا شايفه اهل البلد فرحانين ودي اهم حاجه، يعني شايفه في عيون الجمهور والناس اللي موجوده فرحانين بالتظاهره دي، يعني انا يعني حاسه ان انا محظوظه اني بشارك في شو انطباعك الفرحه هذه ايش حتعكس مستقبلك؟ لا تعكس الكثير والكثير، دي يعني هي حاله ثوره فنيه وثوره سينمائيه، واكيد اكيد الاجيال الجديده والشباب هيكونوا مبسوطين جدا من حاجه زي كده، لانه هيحسوا ان هم مش منعزلين عن العالم وعلى اتصال مباشر بالعالم زيهم زي اي شاب من سنهم في اي بلد في اوروبا او في امريكا او حتى في سائر الوطن العربي. قابلت اليوم من الشباب انا من قابلت ياسر شجاف وعبد الرحمن اليماني ومن غير الشباب كمان، يعني في فتيات وطبعا فاطمه البناوي، ويعني كثير كثير من الشباب السعودي المبشر والمفرح. اول مره في جده، اول مره في جده ولا السعوديه؟ والسعوديه كلها، بالسعوديه كلها اول مره. ان شاء الله تروح الرياض وتجي الطايف وتجي كل مكان ان شاء الله. ان شاء الله ولا فنانه بشرى. حطني جوا بعيونك شوف بي الدنيا كيف احلى من شوقي وجنونك لما اجي لك يوم ضيف.